هذه العيون اللي تحداني وقال لي سوي مكرونة بشاميل بقدر واحد بس. هذا غازنا وهذه طاوتنا، زيت، بصل، جزر، زبدة، لحم مفروم، شوية قرفة، فلفل أسود، كمون، بابريكا، مكرونة، معجون طماطم، موية، نغطي عليها ونزود الموية كل شوية لين تستوي المكرونة. بعد ما استوى تضيف الحليب، نشم ذوب بالموية، نضيف الموتزاريلا على الوجه، وهذه تشيدر من عندي، وعلى الفرن من فوق تتحمر. بسم الله، هنبدأ نقطع، نقول بسم الله ونجرب. بسم الله يا عيني، الطعم فعلا مكرونة بشاميل، وبقدر واحد، وداعا نغسل مواعين الزيادة، والله عليك أبو العز.